وسهلا فيكم من جديد. معي أنا علا اليوم بفيديو جديد وجولة جديدة. بعد الفيديو اللي عملته بجولة بالمطبخي كتير لقيت إعجابات وناس طلبوا مني أعمل جولة بالبيت كله، فاليوم رح مرق لكم إياها بس بجولة بغرفة العادة. بتمنى تنال إعجابكم. الغرفة هي كتير غرفة صغيرة، عملتها أنا للشتاء خصوصي، بقعد فيها بس بالشتاء. بالصيف عندي غير غرفة بقعد فيها، برح أصور لكم إياها أفرجيكم إياها. فشوفوا ألوان الغرفة هي كتير كوزي وكتير نعومة، ويعني عملتها ملونة تعطي هيك دفى وشكلها كتير حلو. هلأ هون عندي غزامة التلفزيون، هاي ترابيزة صغيرة جنب التلفزيون حط عليها السكريات. هون عندي غزامة التلفزيون هي شكلها جاي إلى 3 رفوف، حط عليهم كلهم شمعدانات. أنا كتير بحب الشمعدان وخاصة اللي له ريحة مثل هدول. فعندي هون هذا الشمعدان الخشبي اللي له كونتينرز من البلور. عندي هذا هون التلفزيون جنبه اللابتوب. هلا القصة انه بما انه انا سورية وزوجي تركي، فما في ما بنقدر نتابع تلفزيون، لاني انا بتابع عربي هو بتابع تركي. هلا نحن بنتابع الاثنين ما بتفرق يعني معنا، فمش هيك اضطرينا انه نحط، يعني قررنا نحط اللابتوب ونعمل وصلة ال HDMI بنوصله بنقدر نتفرج على شو ما بدنا. واكيد دائما حاطه صباح فخري، انا بعشقه. عندي هون بهذا الكورنر حاطه هيك كثير شغلات نواعم ملونه. عندي هاي العطر، الريحة بتعطي للغرفة ريحة، في عواد خشب بحط جواتها السائل العطر وبضل 24 ساعة بتعطي ريحة. عندي هاي الباتل لايت اللي هي إلى كبسة من تحت بتشوط وتشتغل على البطارية، أكيد كتير غالية علي لأن هي هدية من زوجي. وهون عندي القرآن مع المسبحة وهي البكتشر تبعي أنا وزوجي. عندي السربرايز باكسز، هذا السربرايز باكسز كل اللي بيجي لعندي اول شغله بيعملها بيهجم على هذا الباكس، لان دائما حاطه فيه هيك اكلات طيبه. فاي حدا اجى لعندي اذا هيك مثلا ماني محضره حالي ماني عامله شيء، فبس بحط هالباكس وخلص الشغله. هلا هون الديواني هاي الى هي من الطرفين، هاي الى من هالطرف طاوله حط عليها البابا نويل وشمعدان صغير. هون عندي البرادي ما مبين كتير من الشمس، فبس انا اخذ التول هو زهري والكنار فوشيا مطبقتهم كتير على نفس لون الديوانات. عندي هون اللمبة دير الجيتار، على فكرة انا وزوجي بنعزف جيتار كمان، هي شغلة حلوة. شو يوم رح انزلكم فيديو على رحنا عم نعزف. عندي هون الساعة، هي طالعة موضة كتير بتركيا، اللي هي لها قاعدة من الارض بتكون طويلة بالطول يعني. وهون هاي الترابيزة الصغيرة حاطة عليها المضيفة. هلا هاي الصوفة غير شكل الصوفة الثانية، هلا في سر بهالصوفة. شايفين هاي هون ما بعرف شو اسمها، بس هي بالاصل كورنر كوت، بس انا فصلتهم عن بعضهم يعني بغير، كثير بحب اغير موديلات، فبقدر احطهم مع بعضهم او يعني احطهم ك ال كوت او اعملهم كديوانتين. هاي اللوحة مثل ما شفتوها برج ايفل كمان اخذتها فوشيا. عندي هاي الكورنر كراسي فوشيا مطبقتهم مع ترابيزة بيضاء ولمبادير ابيض واسود، طالعين كتير حلوين. هون من هالطرف الثاني للصوفة عندي مكتبة حاطة فيها الكتب، ومثل ما شايفين كتبي انا كلهم انجليزي، كتير بحب الكتب خاصة الادب الانجليزي، اصلا انا دارسة ادب انجليزي، فانا انجلش تيتشر ات ذا اند يعني. فهي الغرفة مثل ما شايفينها كتير نعومة. هون السجادة عندي اياها داخل الوان كتيرة، كتير بحبها ملونة ومرسوم عليها فراشات وبسيطة كتير. عندي هاي الطاولة حاطة فيها كمان شمعدانات، بس الحلو انه هالشمعدانة يعني هي مبينة شمعدانة لاني حركتها مثل الشمعة، بس هي مي شمعدانة، هي عبارة عن ضوء بنطفى وبنشعل، وحركة الضوء مثل حركة الشمعة. على فكرة بتطول أكثر من الشمعة العادية وبتعطي ضوء أكثر، يعني هي بالنسبة للشمعدان اللي موجود فيها بتعطي إضاءة لبرا أكثر. عندي هون المضيفات، هدول نفسهم عندي موجودات بالمطبخ، حاططهم كمان هون بغرفة القعدة. دائما هون هي الطاولة عنديها جاهزة، يعني أي حدا بيجيني فأوكي يعني help yourself. أتمنى تكون عجبتكم الغرفة، ما بعرف اذا كمان الشمس اذا واضحه ولا لا، كمان بصور لكم اياها شي يوم بالليل. هاي الغرفه شايفينها صغيره وحلوه ومنمنمه.
الشتاء أنا بستنى الشتاء حتى أجي أقعد بهالغرفة. بتمنى تكون عجبتكم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك حتى تشجعوني أنزل فيديوهات جديدة، واكتبوا لي تعليقاتكم، يعني وقت تشوفوا الفيديو شجعوني اكتبوا لي تعليقاتكم إذا عجبكم الفيديو، أسئلة، شو بتحبوا، استفسارات، أنا جاهزة. وأهلا وسهلا فيكم، باي باي.